السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا ازاي نرسم شكل زي دوت على برنامج فيزيو، وتقدر تدخل البيانات اللي انت عايزها. يعني ممكن تيجي هنا تقول له داتا وتدخل بيانات للعنصر اللي انت عامله سيلكت من الداتا، وتبدأ تكتب البيانات اللي انت عايزها. طيب وليكن نفترض مثلا ان انا هاجي هنا واقول له انا عايز الاشكال دي كلها تاخد مارك معين، فاجي هنا واقول له edit data graphic واقول له اضيف عنصر، وليكن مثلا خلينا نتكلم على الكوست، عايز تكست هيكتب لي الرقم دوت بالظبط. تقدر تختار شكل الاشكال ديت، تمام. طيب ممكن اقول له لا انا عايزها داتا بار مثلا بالشكل دوت، او عايزها ايكون ست. ايكون ست هقول له خلي هياخد اللون دوت، تمام. لو هو مثلا بتساوي خلينا نقول له مثلا 333 مثلا، تمام. او ممكن تقول له جريد زان 350 وأقل من زيزان 300، ولو هو 333 هياخد اللون دوت. وأقول له أوكي أوكي أبلاي، هيبدأ يديلي حاجات بالشكل دوت. طيب لو أنا عملت سيلكت مثلا على دوت العنصر دوت ده 222، فخليه مثلا 500، هتلاقي خد الشكل دوت. ودوت العنصر دوت مكتوب عليه 313، طيب خليه 100 مثلا، هتلاقي خد من العملية، وهكذا بيبدأ ياخد حسب الرقم اللي موجود في القصة. تقدر تعمل الموضوع ده على الروس نمبر، تقدر تعمله على التواريخ بحيث إن لو في حاجة متأخرة في التاريخ يبدأ يديله علامة معينة.